هو شاب لديه من الموهبة ما يكفي ليخوض غمار الرؤية عبر عدسة سينمائية تحاكي طموح إبداعه، فطرح اسمه في عالم الفن السابع كأحد الشبان المساهمين في ترك بصمة خاصة. فكان فيلم المخاض الذي يروي شيئا من آثار الحرب على حياتنا. ولنتعرف أكثر على هذا الفيلم بصرنا أن نرحب بسدير غسان مسعود مخرج الفيلم. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك سدير. كيفكم؟ تمام مشتاقين. سدير، فيلم المخاض هو من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وعم تشارك فيه ضمن مهرجان الشباب، مدته 25 دقيقة. إخراجك وفكرة لوتوس مسعود أختك، خبرنا أكثر شو اللي جذبك بهالفكرة؟ لا بالحقيقة هي الفكرة عمرها تقريبا سنة ونص. هي بلشت من لما كنا أساسا قبل ما أتخرج من الجامعة اللبنانية الدولية بقسم الإخراج. صارت الفكرة أنه بداية من سؤال انطرح انه شو ممكن يصير لما تنتهي الحرب، يعني الافكت تبعها علينا كبشر كناس سوريين. سؤال كثير نطرحه تماما، عرفتي؟ فبالبدايه بصير هذا السؤال يحركك باتجاه، يعني باتجاه انه نعمل شيء يشبه العالم، يعني السوريين، وبنفس الوقت كمان نحن نقدر نعمل فيلم، يعني بمعنى انه نشوف في سوريا عن جد بمنظورنا نحن كشباب وين ممكن تكون. هلا نحن بالفيلم رحنا لعدة خيارات، أوكي، بعدة شخصيات بالطرح، ولكن الخيار كان هو واحد يلي هو أنا ما بدي أرجع بصراحة أحرقه للعالم، عرفت؟ لما نرجع نعيد عرض الفيلم بعد فترة. كان معنا محمود نصر وجفر يونس يلي هنو لعبوا دور البطلين، وكان معنا بمشاركة والدي غسان مسعود بهذا الفيلم بدور الدكتور. الفيلم هو كان طول الوقت عم يدور حول فكرة المرأة الحامل يلي هي بتمر بعدة هواجس بحياتها لحتى يعني لحتى تصير مرحلة الإنجاب يلي هي بدها تصير بعدين. المخاض هو مخاض سوريا كنا عم نحكي فيه، اوكي. فنحن عم نعمل كنا فيلم هو يسمى لينير ابستراكت، يلي هو منه فيلم ابستراكت بمعنى منه فيلم تجريدي مطلق، ولكن هو فيلم بتناول القضية أو القصة بطريقة أنه نحن بنحكي عن قصة بسيطة ممكن توصل لكل العالم، وبنفس الوقت نحن بنكون على النسقة عم نقول شيء تاني للعالم يلي حابة شوي هيك تقول أنه أو تفكر أنه شو ممكن يكون الطرح الأساس المقصود من الفيلم. طرحنا الأساسي كان هو مخاض سوريا. القصة اللي حبينا نوصلها للعالم هي قصة المرأة الحامل، هي القصة البسيطة يلي بتنجب طفل بنهاية الفيلم. يعني يمكن نهاية الفيلم هي الأمل يلي أنت حبيت توصل هالرسالة فيها لكل الأشخاص، لكل الناس يلي عم يتابعوا. قديش بتحس حسيت أنه هي اللحظة، لحظة الأمل، روحت كل الوجع يلي يمكن عاشوا فيه كل اللي كانوا عم يتابعوا الفيلم؟ تمام. هلا هي جزء من بنية الفيلم، يعني لما نجي نبلش نبني ستراكتشر تبع الفيلم من بدايته لنهايته، نحن بحاجة انه نمر بعدة تخبطات او يعني تسمى كونفليكتس هي جوا الفيلم لحتى نقدر نوصل للبلوت اللي هي الاساس اللي فيها ببلش الفيلم يقوى بعدين بيرجع بينزل شوي شوي تدريجيا للنهاية. بنهاية الفيلم نحن حبينا كمان نوصل، يعني نكون نريح الجمهور بعد ما شدينا ال 22 دقيقة اللي كانوا وصلتون للعقدة يعني تماما. بعد 22 دقيقة بنحب بعدين بنصير بعدين هو لازم تريحي الجمهور باتجاه انت، هو مو ضروري ولكن نحن اتخذنا هذا الاسلوب بالتعاطي مع الفيلم لحتى نريح الجمهور باخر دقيقتين لحتى يكون يعني النهاية الجميلة اللي نحن بنأمل فيها يعني إن شاء الله دائما. سدير، كاميرا برنامجنا كانت حاضرة لافتتاح الفيلم، خلونا نتابع مع بعض مقتطفات من فيلم المخاض ونرجع نكمل حديثنا. أول فيلم لا ما ساعدته فيه، حتى ما يقال إنه أبوه هو اللي عم بيساعد، يعني بتعرف الكلام انت كيف. فمشكورا الاستاذ عبد الهادي الصباغ صديقي، هو اللي مثل له الفيلم الاول. فيلمه الثاني ايضا اللي هو هلا بده يعرض حاليا، فيك تقولي انه انا براته، بس انا ساعدتهم بمشهدين صغار، هو معه محمود نصر ومعه جفر يونس، لكن بطبيعه الحال ايضا لم اسال اي تفصيل كيف عم يشتغل لحتى ما يصير في نوع من السطوة أو نوع من فرض الرأي أو وجهة النظر اللي هو ما بده إياها. فقلت تركه لحاله، تركه يغلط وتركه يصحح لحاله، هو رفقاته، هو جيله. هي حدود مساعدتي لألو فقط أني قرأت النص لما كتبت لوتس وعجبني النص ووقفت معه بمشهدين.
احنا كثير مبسوطين انه اليوم عنا العرض الاول لهذا الفيلم اللي قلنا نتعب عليه وقت كثير منيح يعني. فبتعرفي لما تكوني عم تعبي على مشروع معين بتلاقي انه هاي اللحظه مطوله لحتى تجي، فهلا نحن كثير مرتاحين ومبسوطين، طبعا متوترين لانه لسه ما شفنا الفيلم وانا ما شفته ولا مره، هلا فايتين نشوف لنشوف يا رب يعجب العالم مثل ما انا اشتغلنا عليه وتعبنا عليه. فيلم يحمل مقومات، المقومه الاولى انه هذا الشخص انا قابلته قال لي انا ارجوكم تعاملوا معي ليس انه انا ابي غسان مسعود، هذا الشيء كثير مهم انه الشخص حابب يعمل انفراديه بمكان ما لوحده كذا، ولا وجاب ابوه حطه تحت ادارته بالفيلم، وهذا الشيء كثير كويس انه الاب يلعب تحت اداره ابنه بالمخرج. تمام، هذا الشيء انا برايي هو بادره كثير فيها نوع من الصحه الثقافيه. يعني انت اليوم بصير معه هو نتيجة الحمل، بس مو معقول، يعني مو معقول نفس الحالة نفس الكابوس يضل عم يتكرر معها كل مرة لدرجة صارت تخاف انها تنام. للأسف غالبا ايه، اللي شفناها بالسنوات الماضية مو قليلة ابدا. الواحد اللي بيخاف كثير بصير يخسر أكثر. عن إذنك سدير. قديش يمكن دراستك ساعدتك بالتعامل مع النص يلي اجى بين ايديك، وايضا بالتعامل مع المخرجين والفنيين، وهي حاله المخرج، قديش حسيت حالك قدرت انك تتمكن منها لو بهذا الفيلم اللي بدنا نقول 23 دقيقه بس له اهميه كبيره وله رساله؟ اوكي، هلا بالبدايه انا كنت اصغر واحد بالست، خلينا نتفق على هذا الشغله. عرفتي انا اول شيء عمري 26 سنه وفايت بقى على الست وكل الموجودين اكبر مني، عرفتي، فهذا كان لحاله مجرد هذا الوجود تبع انه انا لازم هلا اثبت حالي بهذا المكان، خاصه مو بس انه مع اولاد جيلي، يعني هنون يعني من ناحيه الممثلين عم بحكي، ولكن عم بحكي مع الفنيين وعم بحكي مع، فهمتي شو قصدي يعني. فمن هذا الباب انا كنت بحاجه اني اكون قد ما فيني كنترول طول الوقت، هاي من الناحية الأولى. من الناحية الثانية كمان إنه الفيلم لما عم نشتغل عليه تصوير، يعني وقت عم نصور الفيلم لمدة، صورنا الفيلم لمدة 4 أيام، التصوير كان كتير بصراحة مرهق، لأنه كنا نفتح كاميرا الساعة 7 الصبح، كان نسكر كاميرا الساعة 2 بالليل، لأنه مشان نلحق نحن نصور الكم الموجود معينة، لأنه تماماً يمكن 4 أيام 100%. فهي لحالها هي كمية الضغط الموجودة هي بتعرضك أنت يعني كحدا عم يحاول يسوي هذا الفيلم لضغط زياده اسا فوق الضغط يلي شفته لما فتحت باب السياره ونزلت عم شفت سياره المعدات وطلعت على اليمين. اوكي، فشفت سياره كثير كبيره وفيها كثير معدات، فانه هي كانت اول مره بصراحه شو بيعمل فيهم هدول هدول بصير هذا الشعور انه كيف بدك تحركي انت ادواتك. الدراسه الاكاديميه شيء بالنسبه لي انا بحس انه شيء كثير ضروري، لسبب أن الموهبة إذا كانت موجودة عند أي شخص فالأدوات هي إذا ما أنك متمكنة منها ما رح تعرفي بالضبط تساوي شو أنت حابة تساوي، عرفتي، لأنه الموهبة بتخليك مثلا تحبي فكرة شيء وتقولي مثلا للعالم فالعالم تنبهر فيه، بس تعي نفذي تنفيذ شيء كتير صعب أبدا ما أنه سهل أنك أنت تعرفي كيف بدك تاخدي حجوم، مثلا ليش بدي أخذ مثلا بهي اللحظة أنا مثلا ميديوم لإلك، أو ليش بدي أخذ كلوز أب لإلك، عرفتي.
في سبب وراء كل لقطه عم سويها، ما في شيء اسم، ما في شيء عبثي، يعني ما في شيء بسويه بس لانه انا حابب اسوي، عرفتي؟ فبالتالي الدراسه كثير كانت داعم اساسي لحتى انا قدرت على القليل انه اوظف ادواتي صح لحتى امسك يعني الطريقه واللغه اللي بدي احكي فيها مثلا مع الدي او بي، مع الممثلين، لانه كل حدا بدك تحكي معه بطريقه معينه، ما فيني اجي احكي بطريقه واحده مع الكل، لانه بالاخر بتعرف يعني في لازم يكون هذا النوع من الشغل. فهي جزء من شغل المخرج اللي هو اساسا حتى اداره الممثل، انه كيف تقدر تحكي معه لتوظفي مثلا الشيء اللي انت حابه تساويه ضمن هذا، ضمن الممثل اللي معك. ايضا يمكن سدير كان شرط الاهل وايضا خصوصا استاذ غسان مسعود انه تكون معك شهاده بالاضافه لموهبتك وحبك بالاخراج، بالبدايه لازم يكون معك شهاده، حضرتك درست العلاقات الدوليه وايضا من بعدها درست الاخراج. صحيح. شو اللي لفتك بالاخراج؟ ليش حبيت تعمل دراسه ثانيه بالاضافه لشهادتك الاولى؟ هلا بالبدايه انا من الاول بصراحه كان بدي هذا المكان. اللي صار انه والدي قال لي لا، انه لازم تروح اول شيء لفرع يعني اذا بدنا نقول بكفلك حياتك لقدام، عرفتي؟ يعني باب انه نحن اليوم يعني ممكن انا اكون ما بملك الموهبه على سبيل المثال لهذا المكان، فانت بعد ما درسته وطلعت ما بتملك الموهبه، قام قعدت بالبيت وما عرفت تعمل شيء بحياتك بقى وخلص يعني راحت عليك. فصار الخيار هو انه لا، انه روح لفرع يكفلك او يضمن لك بصراحه مستقبل منيح محترم، عرفتي شلون؟ فانه من هذا الباب درست العلاقات الدوليه انا بالبدايه، وبالسنه الثالثه بلشت اقول انه ما بدي هذا الفرع الى اخره، عرفتي شلون؟ ولكن كملته وتخرجت منه من جامعه القلم الخاصه، وبعدين سافرت لبيروت ودرست الاخراج بالجامعه اللبنانيه الدوليه حسب رغبتي. ففينا نقول لما كان انه طبعا الحرب كلها هي علينا نقمه هي كانت، ولكن انا كان موضوع السفر هو ما انه وارد قبل الحرب فعليا، لانه اساسا ما كان فينا حدا يفكر انه يسافر. قام لما اجت الحرب فانا سافرت مضطرا بسبب الوضع، لكن رجعت عم تشتغل ببلدك وعم تشتغل عن الحرب تماماً بسوريا. تماما. قديش هلا بما انه حكينا عن الحرب، يمكن كثير من الافلام اللي عم نشوفها قريج بهالوقت، ان كانت الافلام القصيره اللي عم تشارك بمهرجان سينما الشباب او ايضا الافلام الروائيه الطويله، عم تحكي عن الحرب بلحظتها بوقتها، مغامرات اذا بدنا نقول عم يعيشها الشعب السوري. طبعا. فعلا هي مغامرات، اعلام، احزان. الا انت حبيت تاخذ ما بعد الحرب. طبعا. ليش رحت لهذا المجال؟ اوكي. هلا بالبدايه هي فكره يعني اختي بالبدايه، فانا ما راح اسلب حقها ابدا بهذه اللحظه. فمن هذا الباب هي اللي طرقت لهذا الموضوع، لهي الفكره. هلا مجرد نحن انه نروح يعني باي تصور بالحرب عم نشوفه مثلا ونحكي عنه حاليا، فانا برايي بحس انه مجرد انك انت بالتجربه وانت عم تعيشيها فكتير صعب تحكي عنها بموضوعيه بنفس اللحظه اللي بتكوني عم تعيشيها فيها. كان دويره، عرفتي؟ تماما، عرفتي؟ فانت لما تطلعي براتها ولما تصيري برات هي الحرب مثلا، لما نفترض ان شاء الله بس تخلص الازمه والحرب اللي عم نمر فيها، نحن نطلع براتها فنحن ممكن نشوفها بمنظور مختلف، عرفتي؟ من اي باب. من هون بلشت فكره انه تعالوا نتعامل مع الفكره هي، مع الفيلم بطريقه انه نحن بدنا نشوفه من براته، من برا الحرب، من برا الوضع، نشوف عن جد الإنسان السوري شو عم يعيش اليوم على المستوى النفسي، إن كان من الكاتب اللي هو داعب دوره محمود نصر، للأم اللي هي تنجب الولد اللي هي جفرة يونس، كيف كل شخص حياته الشخصية، وبعدين كيف بتعامل كل حدا فيهم مع الثاني جوا البيت اللي عايشين فيه. فرحنا لهذا الخيار نحن بالفيلم لانه اغراني بصراحه اكثر من انه احكي عن شيء عم نحكي عنه كل يوم. يمكن كمان وقت تكون في افلام تنظر من منظور بعيد يمكن بيكون لها تاثير اقوى، لكن لاي درجه سدير برايك انه السينما اليوم هي قادره لانه تكون مراه لذاكره الشعوب بالمستقبل؟ هلا طبعا هي بدايه من ايام الحرب العالميه الثانيه والاولى كان في توثيق بطريقه يعني هي كانت غير مباشره، ولكن هي مجرد فكره صنع الافلام هي كانت طريقه مباشره لتوثيق المراحل اللي كانت عم تمر فيها الشعوب اللي كانت تاثرت بالحرب العالميه الاولى والثانيه. لليوم اخر فيلم نزل هو اسمه هوكس ريدج اللي هو من اخراج ميل جيبسون، كمان عم يحكي عن الحرب العالميه الثانيه كمان، وعم يحكي عن قصص صارت فيها. فهي بالتالي نحن مجرد انه انت اساتها الفكر يعني فكره صناعه السينما، اوكي، طالما اساتها لهلا لليوم
هي شاغله يعني الوسط الفني باتجاه انه تعالوا نحكي عن شيء صار عندهم من 1945 على سبيل المثال، عم يحكوا رجعوا قصاتهم لليوم، معناتها انه قصاتهم عم يوثقوا شغلات لسه ما خلصت من هذاك الوقت. فنحن بحاجه توثيق يعني للوضع اللي عم نمر فيه. عندنا كثير قصص صارت بسوريا للاسف، ولكن يروى الكثير منها بصراحه اوكي باتجاه فيما بعد تماما، لحتى نقدر بس نحكي للعالم شو صار فينا يعني بالزمن، مش عم نضل نحكي بس بهيك نحكي بالصوره، ما في داعي نحكي تماما. يمكن هي الاثار النفسيه كانت مؤلمه اكثر واصعب على الحياه السوريين. يعني نحن عم اجيال عم تولد بهي الحرب وعم تكبر وعم تعيش الام كثير صعبه. سدير خلينا نعرف شو محضر هلا ان شاء الله بعد فيلم المخاض، على شو عم تشتغل؟ اوكي هلا الحقيقه نحن عم نشتغل على فيلم طويل اوكي هو بده كثير وقت، بده كثير وقت، بس تحضيريا لازم ياخذ وقت بصراحه، لانه انا ما بدي فوت بتجربه جديده بدون ما اكون على القليله مرسخ، يعني ماسك بايدي نص يكون عن جد ناضج، عرفتي شلون، بيقدم شيء عن جد جديد. يعني حاولنا نقدم شيء جديد بالفيلم القصير، يعني كنت موجوده وتابعتي الفيلم وعن جد نحن بنتمنى يعني انه نقدر بالفيلم الطويل انه هذا كمان نقدم شيء جديد ومختلف. ولكن كمان هاي المره ما راح اقدر احكي نفس الموضوع، راح يضل موجود يعني خلص طالما فتحت القصه باتجاه هذا الباب، ما راح اقدر احكي كمان هاي المره عن شيء خاصه بالوضع الحالي، عرفتي شلون، فراحين لخيار مختلف شوي. هذا الشيء بتوقف عند لوتوس؟ اي طبعا راح يضل دائما التعاون بيناتكم سدير. هلا هو ضروري، هو ضروري ولكن ما انه شرط، عرفتي شلون، بالاساس لانه بالنهايه هي الى مشروع شخصي كمان هي حابه تسويه بحياتها، وانا لي مشروع شخصي كمان عرفتي من هذا الباب، ولكن التعاون اكيد قائم دائما بيناتنا. يعني سدير يعني مثل ما ذكر استاذ غسان بلقائنا معه انه انت عم تحاول تشق طريقك بعيدا عن اسمه الكبير، قديش انت عم تسعى لهذا الشيء وعم تسعى ان تحقق ذاتك بمجال فني بعيدا عن اسم الكبير غسان مسعود؟ هلا بالحقيقه هو شيء كثير صعب اوكي، لانه خاصه انه يعني انا مرتبط بالاسم، اذا ما كنت مجرد فهمت شو قصدي، يعني انا موجود اوريدي يعني انه سدير غسان مسعود، هي وين ما رحت بحياتي يعني، فهي القصه ما فيني يعني اهرب منها. واساسا انا اذا بدك الصراحه ما عم فكر انه اهرب منها على مستوى الشخصي بالحياه اوكي، ولكن بما يخص الشغل فبالتالي انه بتوقع انه مجرد اني اثبت حالي بمكان ما انه هذا الزلمه عم يقدر يشتغل الشغل تبعه بشغل بطريقه كثير منيحه يعني مختلفه، فهذا الشيء لحاله بخليني انفصل، يعني بمعنى انه يعني مثلا على سبيل المثال في عندنا مثلا ممثل، في عندنا مو ممثل، في عندنا مثلا عندك انريكي اغليسياس مثلا، خوليو اغليسياس هو ابوه، بس انه انريكي اغليسياس كمان اليوم هو له اسم تمام وله بصمه. نحن بنتمنى انه تحقق البصمه يلي بدك اياها بمجال الاخراج، بنتمنى لك كل التوفيق وناطرين الفيلم الروائي الطويل، بنتمنى لك كل التوفيق في سدير. شكرا كثير لك، شكرا كثير لك سدير لوجودك معنا ضمن صباحنا لليوم. شكرا كثير لك.